فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابي وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، قواعد، ما زلنا مع القواعد في الجرح والتعديل، وقلنا المسألة الأهم في هذا الباب هو التطبيق العملي، وهذا سنجعله مع بإذن الله في الرواة المختلف فيهم في الكتب الست، حتى نبين أيضا ويكون في تعريج في الرد على السفهاء الذين يريدون تخريب السنة على الأمة. السفهاء البله الذين يحسبون أنهم يتقنون وأنهم يخربون السنة على الأمة، فنبين لهم أنهم من الجهل بمكان. هذا علم لابد أن نراكم فيه ونراكم في ساحته، وطبعا أنتم أبعد الناس عنه وأبعد الناس عن ساحته. الكلام على الجرح والتعديل في هذا الباب هو كلام فيه أهمية، لأننا قلنا أنه تصدر للناس بعض من أراد أن يتكلم في الجرح والتعديل، ونحن لا نمنع أحدا يتكلم في هذا الباب العظيم من أبواب العلم، لكن تتوفر فيه شروط، يعني يكون أهلا لأن يتكلم في ذلك. أما من لم يتأهل في الكلام في ذلك فلا علم له ولا إتقان له ولا رسوخ، ثم يأتي يتكلم في هذا العلم فلا بد أن يرد، ولا بد أن نبين للناس أنه ليس أهلا ليتكلم في ذلك. نحن لا نضع، يعني لا نسد الباب على العلوم الشرعية ولا ما كان فيها من الإفادة للأمة الإسلامية، لكن هذه ساحات ليست إلا للأشاوس. يعني هذه الساحات، ساحات الجرح والتعديل، ساحات إقامة الحق في من يؤخذ منه من لا يؤخذ منه، هذه ليست إلا للأشاوس الذين أتقنوا وقد يعني رفعوا راية الرسوخ في العلم واكتسبوا السمات والصفات العظيمة مع وجود الديانة والتقى والورع. فهؤلاء يعني نسارع في الأخذ منهم، ونحن ننزل تحت مظلتهم ونتبعهم فيما يقولون، لكن يعني أناس سفهاء الأحلام، حدثاء ولا الأسنان من الصغار جدا الذين لا يدخلون العلم يتربعون على عرش العلم، لا، يبقى إذن نقول لهم لا، لستم أنتم، أنتم من طلبة العلم، أنتم أيضا فوق رؤوسنا، لأن طالب العلم له أثمينة، ما نريد أن الأمة تخسر أمثالكم، فاطلبوا العلم. وليس قولي أنهم حدثاء الأحلام يعني أو الأسنان تنقيصة، لكن هم صغار في العلم، والعلم لا يطلب عند الأصاغر، يطلب عند الأكابر. فنقول لهم نصيحة، اجلسوا وتعلموا، فإن أتقنتم ويعني توفرت فيكم الشروط كلنا تبع لكم، كلنا تبع لكم. فنحن لسنا ممن يقول هذا علم مات أو نقول بأن هذا العلم لكل أحد، لا، نحن الوسطية عدول، العلم لم يمت وليس لكل أحد، هناك شروط لابد أن تتوفر في من يتكلم في مثل هذه الأبواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا الباشمهندس جاد يقول أنا من صعيد مصر وليس فيها عالم إلا النوادر، وطغى عندنا البدع والجهل. نعم والله، أو الصعيد أهو عمي، أي الفيل هو الميت. يقول أنا من صعيد مصر، والصعيد الصراحة مظلوم، لا به عالم، طيب ما عرفكش، وده خطأ كبير جدا أنه ما عرفكش، أنا سأعطيه رقمك. ليس بي عالم ولا علماء إلا نوادر، وطغى عندنا البدع والجهل، رجاء كان بالوسع خيرا فافعلوا. ها أنا بيقول لك أبشر، العالم الكبير عندنا الصعيدي بيقول لك أبشر. أخونا إخواننا والله جاءوا من المنيا وجاءوا من سوهاج، وإخواننا جاءوا من الأقصر ومن أسوان، يعني يأتون ولو استطاعوا، لا من أجل نجري الله تعالى، أصحاب الدورات هنا يأتون وهم يريدون، يا إخوة تتصل كل مرة يريدون الجلوس بأزواجهم، بس أنا أعمل إيه؟ ما بلدي حيلة، أنا لست برادة، محمد برادة، فهم لو كنت أملك ما ملكه الذي كان يتبنى محمد برادة كنا تبنينا
طلبة العلم هؤلاء هم ده هم عيوننا وأرواحنا طلبة العلم، لكن ماذا نفعل؟ ولست أنا ممن أتى بميسي. ميسي من ميسي سيقولون شوف 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 الشيخ اللي بيحقد على ميسي من ميسي. فشوف أنا هنخليها بس يعني كيف يعتنى بميسي ولا يعتنى بمؤسسات السنة ولا يعتنى بطلبة العلم ولا يعتنى بمن ينصر دين الله جل في علاه. المسألة جلل، المسألة جلل. ولذلك قلنا نحن لا ندفع العلم كلية ونقول إن ما فيش علم جرح والتعديل، ولا أيضا نجعله متساهلا جدا بأن الصغار الذين لا يعرفون ما فيش واحد فيهم يعرف يورث مسألة. قل له في المواريث بس مات عن فلان وفلانة، وبيقول لك هو مات ليه؟ ليه مات ماتش متأخر ليه؟ بالضبط بالضبط. بيقول له بيقول لك كده خلاص، يقول لك في خلاف على قراءة عدية ياسين فيه بس لا يفهمه. هاتوا يا عم في مسائل الشائكة في أصول الفقه في بين المدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية، وتقول له أيهما أقوى في الاستدلال، الاستنباط ولا الاستقراء ولا إيش بالضبط؟ أي طريقة تنفع في هذا الباب؟ مسألة المفهوم والكلام فيه وكيف التطبيق المختلف فيه عند العلماء مش هيعرف. فيبقى إذن هو ليس أهلا إلى أن يتصدى للناس جرحا وتعديلا عندما يتكامل ويتنامى وعنده العلم جزا الله خيرا. نحن تبعنا سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا. بيقول لك مات وراح واستراح. نعم يا باشمهندس. فيبقى سمعنا وطعنا. فلذلك احنا قلنا في ضوابط علمية لابد أن تنضبط، توفرت ووجدناها في الذي تصدر لهذا العلم، قبلنا يده وقفنا خلفه وقلنا سمعنا وطعنا. ما تقول نحن تبع لك فيه. لكن ما رجل لا يعرف الفاتحة ركن ولا واجب ولا إيش في الفاتحة، مش عارف حاجة، ما يعرفش، وأقسم بالله أقصاها، قل له تعالى ما الخلاف في البسملة في الفاتحة، ولا يعرف شيء. فيبقى إذن من تصدر وعنده الأهلية وهو قوي العلم راسخ، سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا. علم النبيل، علم النبيل له الأشاوس، ساحته ساحة الأشاوس، إن وجدوا فنحن لهم تبع. هنا عندنا في أحوال الجرح والتعديل مسائل مهمة، يعني يأتينا أنا أتكلم هذا. نحن الآن على مشارف التطبيق العملي الذي قلنا عليه، سنأخذ كل الرواة أيضا للرد على السفهاء اللي تكلموا فيه صحيح البخاري وصحيح مسلم. سنتكلم على رواة الكتب الستة، الرواة ليس كل الرواة، رواة الكتب الستة المختلف فيها. سنبين كيف التطبيق العملي على الجرح والتعديل، كيف تصل إلى جملة قد يعني من المجددين قد عمل بها أن جملة واحدة ثقة ضعيف متروك طيب وضاع، هذه الكلمة قد قلدها بعض العلماء النبلاء وكنا نعيب ذلك. لما تقلد وأنت عندك الآية؟ أنت تبحث عن الراوي وأنت أطلق فيه الجرح والتعديل. وكان شيخنا ومشايخنا والشيخ الألباني كان يكثر من نقل الحافظ حجر في الراوي في تقريب التهذيب، والتقريب أيضا يحتاج إلى استدراك. محمد عوامة وغيره يعني حقيقة الأمر هناك من استدرك على ابن حجر في التقريب، يستدرك على المستدرك، يستدرك ما أتقنش لكن نفع في بعض الأمور في رجال الكتب الستة عامة. سنأتي بالرواة المختلف فيهم في الكتب الستة ونبين لكم بقيمة نعومة النظر في مسألة من جاء فيه جرح وجاء فيه التعديل، أيهما نرجح، أي الكلمة التي تكون له، هذا هو الذي نعمل به. نعم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لامعة نفع الله بكم. عليكم السلام وبركاته. محمد صابر. أقول إخوتي الكرام يعني إذا جاء الجرح قد يأتي مفصلا، يقولون سيء الحفظ، يقولون هذا يسرق الحديث، هذا كله إيش؟ مبهم ولا مبين؟ مبين. يقولون إذا حدث من حفظه يهم، أو إذا حدث من كتابه يضبط، هذا مبين أو لا؟ ده كل ده جرح إيش؟ أو مفسر، مفسر. يقولون كمحمد بن خازم الضرير، يقولون صحيح الكتاب في الأعمش
ويضطرب في غيره. ده بيان أتم بيان، يعني هو مش حافظ، لا هو صحيح الكتاب في الأعمش ويضطرب في غيره. كما قالوا عن سماك، سماك يضطرب في حديث عكرمة، قد يضبط في غيره. تفصيل بيانه بيان. سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة اختلط في آخر عمره، وكيع ممن روى له بعد الاختلاط، كل ده بيانه الآن، كل هذا بيان. لا يرسل ومراسيل الحسن كالريح، معناه أنه يأخذ عن من هب ودب، يرسل عن من هب ودب. رضى الله عنك أستاذ أحمد حسن، أحسن الله عليك وثبت الله جنانك، اللهم أمين. عفوا. والجرح المبهم هو أن يقول فلان ضعيف، هذا إبهام، إيه ضعيف وإيش وجه ضعف. أما فلان فإنه ليس بعدل، هذا كله مبهم، إيش ليس بعدل؟ من وين أتيت أنه ليس بعدل؟ متى انخرمت العدالة عندك؟ كيف انخرمت؟ ما الذي عندك؟ يقول فلان ضعيف، هذا أيضا جرح مبهم. فالجرح المبهم نعم إذا جاء في الراوي له أحوال. قال الخطيب البغدادي: مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أو في أدنى مغمز فتوقف عن احتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة. وده أكثر الناس يفعل ذلك هو الإمام البخاري. فالإمام البخاري كان يرد، حتى لو تحاشى رجل قال له تعالى أعطيك، فلما جاء ما وجد شيئا تركه. فالمسألة فيها ضوابط وشروط، ولذلك يقولون أشد الناس شروطا هو البخاري. ولذلك هؤلاء السفهاء الذين يتعلمون في البخاري لا يعرفون، نادوا على أنفسهم بالنقصان، فإنهم لا يعلمون الشروط التي اشترطها الإمام البخاري في الراوي ليروي عنه. لو علموا ما تكلموا بما تكلموا بهذا الباب، ولا جاءنا يعني بئيس تعيس يقول لا نأخذ بالأحاديث كليتها، أو يأتينا برجل قال بقول لم يأتي به الأوائل يقول لا نأخذ بحديث الأحاد لا في الأحكام ولا في العقائد. وأنا بينت هذا الكلام ورددته بفضل الله جل في علاه. فالغرض المقصود بأنه قد يترك الراوي رواية الراوي لأقل مغمز فيه، لكن لا يسقطه ولا يكون هذا جرح فيه، لكن هو يتجنبه، له شروط قاسية. يقال شروط النسائي أقرب وأقوى من شروط أيضا مسلم، ومسلم له شروط، لكن اتفاق الأمة أن شروط البخاري أقوى من شروط مسلم، لذلك قدموا البخاري على مسلم. فكانوا يتشددون في قبول الرواية. تعرفون الإمام شعبة رد رواية راوي فقط لأنه راكب إيه؟ البرزاوي، يعني جاء كالحمار كده. فالبرزاوي لما بيمشي يعني كثرة التعثر تخليه يعمل إيه؟ طالع نازل، رد روايته، طالع نازل رد روايته، ما فيش وقار عند الطلوع والنزول. انظروا بقى بالله عليكم هذا التشدد، ولذلك ما أحد أخذ بكلامه. ها؟ ضربوا ضربة أوسع مما تكون، وذهب بها إلى مدار البلاد في هذا، هو التحري. بس هذه ليست من الذي نتكلم فيه، الذي نتكلم فيه أنه إيش؟ بأدنى غلطة يرد. لذلك لما رأى رجل ابن نقطة بيأكل التمر على بوابة البيت، قال تأكل التمر على بوابة البيت؟ التمر أين المروءة؟ فضحك، قال يا بني المروءة ماتت مع الذين ماتوا، تابع التمر تقول لي ما ماتوا، ده الآن الحمد لله تعالى امشي في الشارع وسترى ما يعجبك ويدهشك ويجعلك مجنونا مجذوبا. الحاصل بأنهم يعني كانوا يتشددون في هذا الباب، كانوا يتشددون في هذا الباب. ولذلك
ترك بعضهم من أكل في الأسواق كما قلت على ابن نقطة في هذا الباب، والذي يمشي كاشف الرأس عندهم منخرم المروءة. احنا عندنا الآن الأصل أنك تمشي، أنت ماشي كده بقولك إيه ده، إيه الزين الخليج اللي أنت ماشي في ده يا ابن إلع يا ابن، الله يكرمك ارحمنا صح. ما ده بيحدث، أخ قال لي ذلك، ففي أخ بنادى عليه قال له أنت مالك من الخليج مش خليج، ما تخليك تسمع صح، مش قلت له ذلك ما تدري. فالحاصل احنا نقول نعم في الأولين ابن عمر لما دخل على نافع وجده يصلي بغير غطاء رأس، فقال يا نافع تعال، كان يقيم الليل، قال تخرج هكذا في الأسواق؟ قال لا، قال الله حقا تستحي منه. دي مسألة أخرى في هذا الباب. فكاشف الرأس لا يكون ساقط المروءة، بل قل عند علماء الجرح والتعديل تطبيق على الممارسة العملية، يعني في التطبيق لا، المروءة لا تؤثر على الرواية في التطبيق العملي. في كتب الفضلاء المروءة لا تؤثر في الرواية. هم يهمهم هل هذا فيه شطط ممكن يكذب على الرسول لا أم لا، بس هذا الذي يهمهم. حتى في البدعة وفي غيرها ينظرون في هذا الباب، هل تجعله يتساءل فيكذب على الرسول أم لا، حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضع شروطا في الراوي حتى تخبر روايته، ومنها المروءة. في التطبيق هذا لأن هم يريدون فقط الحفاظ على الحديث، مش قالوا هذه سبل، لأن العدالة تسوي إيه أو الثقة تسوي إيه، الضبط مع العدالة، خلصنا من الضبط. العدالة الإسلام لا شروط أربعة، الإسلام والعقل والإسلام والبلوغ. طيب فقالوا في هذا الباب أيضا التقى ماشي، ومجانبة خوارم المروءة والفسق. لما؟ لأن هذه الأسباب الفسق أو خوارم المروءة يمكن أن تجعله يتساءل فيكذب على الرسول، فهمت؟ ولذلك قالوا المبتدع دينا يعني وابتدع يتدين بذلك ليس بكذاب، ده بيتدين، مع أنه هنا نفسقه فسقة البدعة. طيب لكن هو بيتدين، لذلك الإمام الشافعي قال إيه؟ لا أقبل رواية الخطابين بس لأنهم كذابين، قال ما رأيته أكذب منهم، لك طب غيرهم يقبلوا. ولذلك أحد سيد القطان لما قالوا له نروي عن صاحب البدعة فوقف متعجبا، قال أن لكم بحديث قتادة، لأن قتادة ندعم السدوسي قال فيه الذهبي من نوادر حفاظ الدنيا، لكن يرى القدر، لو تركناه يبقى تركنا ثلاث أرباع حديث التابعين حافظها لا تنخرم، ما كتب سوداء في بيضاء. فهنا ضوابط في هذا الباب. ولذلك هنا عند تشدد في مسألة قبول الرواية أو ترك الرواية، قالوا إذا جاء الجرح في الراوي هل يطرح ولا ما يطرح؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، الأول لا يقبل الجرح إن كان مبهما، لأن الجرح يحصل ويستبين بأمر واحد فلا يشق أن يذكره، إنما التعديل أبوابه أكثر. القول الثاني أن الناس يختلفون في أسباب الجرح فيجرح أحدهم بأمر لا يراه غيره جرحا في نفس الأمر، لذا لزم بيان الجرح. ليكون واضحا أمام العلماء، قال الإمام الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، إذ قد يجرح الراوي يعني بما لا يراه جارحا لاختلاف المذاهب فيه. احنا قلنا انه الجرح الذي لا يقبل كلام الأقران، صح كده، اختلاف المذاهب في هذا الباب، السياسات ايضا اختلاف السياسات، كل يتكلم في الآخر بسياسة معينة فلا يقبل، فلا يقبل. وقد ذكر الحافظ الذهبي مثالا في ذلك، قال معلى ابن منصور الرازي الفقيه في ترجمته، قيل لأحمد كيف لم تكتب عنه، معلى كان ثقة، قال كان يكتب الشروط ومن كتبها لم يخلو من أن يكذب طبعا للسلطان في هذا الباب. قال الذهبي فهذا الذي صح عن أحمد فيه، وهكذا حكى أبو الوليد الباجي في كتابي. أما ابن أبي حاتم فحكى عن أبيه قال قيل لأحمد كيف لم تكتب عن معلى، فقال كان يكذب، قال كان، هذا مفسر، ده مفسر، قال كان يكذب، لكن حقيقة الأمر أنه
أخذ الكذب بإيش؟ بالتصريح ولا باللزوم؟ باللزوم، لأنه قال كان يكتب الشروط. فالكاذب هنا ما كان مصرحا به، الأولى بيّنت لما لم يكتب عنه الإمام أحمد، وهذا أمر مختلف فيه، وهذا أمر مختلف فيه. قال أبو داود هنا سبب آخر بقى للتفسير، عشان لذلك قلنا لابد للجرح أن يأتي إيه؟ مفسر، لكن هو على حالات كما سنبين متى يأتي مفسرا، وقلنا اشترط أن يأتي الجرح مفسرا فنقبله. قال أبو داود سنن كان أحمد لا يروي عن معلى لأنه كان ينظر في الرأي، هذا علم الكلام اللي عمالين يتكلموا فيه. وكل العلماء المتقدمين ضللوا علم الكلام ومن يتعلم علم الكلام. وابن معين قال معلى ثقة، وقال أبو زرعة رحم الله أحمد بن حنبل، بلغني أنه كان في قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن معلى بن منصور، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. والمعنى أنه ثقة من الثقات، لكن أحمد أخذه باللازم، مفهوم؟ وذكر الحسن بن موسى الأشيب عند الإمام علي بن المديني فقال كان ببغداد كأنه ضعفه، وعقب عليه الخطيب البغدادي قال لا أعلم إلا تضعيفه إياه، كأنه لم يقبل من ابن المديني هذا الجرح، لأنه قال ضعيف هذا 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 مجمل. ونحن نقول إذا جاء التعديل في الراوي، لأن هذه المسألة الأولى الجرح المبهم أو المسألة الثانية، إذا جاء التعديل في الراوي فإن لا نقبل الجرح المبهم فيه، ومع ذلك أيضا لو لم يأتي التعديل فإن الجرح المبهم يتوقف فيه، أقصى ما يؤخذ به في الجرح المبهم وإن لم يأتي فيه تعديل أنه يتوقف في الرواية حتى يتبين له الضعف من غيره، حتى يتبين له الضعف من غيره. ولذلك الخطيب نقل توثيق مسلم له، وثقه ابن معين وابن سعد ومسلم وغيره، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، هذا رد على ابن المديني. يبقى إذن لم يقبلوا من من من, من الجارح والمعدل، لم يقبلوا منه الجرح مبهما عند وجود التعديل، ردوا يردون حتى أحمد رأيت ردوا على أحمد جرحه لمعلى لأنه جاء فيه التوثيق، فإن جاء الجرح لابد أن يكون جرحا مفسرا ويكون مقبولا للتفصيل والتفسير، قد نكون عنده هو جرح وعند غير من العلماء جرح التحليل أنه ليس بجرح. يقول جرير بن عبد الحميد الضبي أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما، اسمعوا بقى على ما يحدث في هذا الباب. يقول أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله، هو رايح يسأل فلما رأى بال قائما، ولأن النبي نهى عن بول إيش قائما، قال ثلاثة من الجفاء حديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، مع أن الحديث في الصحيحين النبي إيش أتى سباطة قوم فبال قائم، فرجع. قال الشافعي طبعا قال فرجع، رجعت ولم أسأله. وهنا قد وثقه جماعة من العلماء وأخرج له مسلم وكان في ضعف قليل. سماك هو ضعيف في عكرمة يضطرب في عكرمة، قد يضبط في غيره، لكن هنا لما تركه لأنه وجده يبوله قائما، يا رجل النبي بال قائما، يبقى أنت أصلا اللي ضعف الحصيلة عندك الأثرية جعلتك تتهم بذلك، أنه ورد عندك الحاضر ولم تعلم المبيح. والمبيح حديث المغيرة في الصحيحين أن النبي أتى سباطة قوم فبال قائما بأبي هو وأمي. نعم. قال الشافعي حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا فسئل عن سببه وألح عليه فقال رأيته يبول قائما، قيل وما في ذلك؟ قال يرد الريح الرزاز، يعني الريح من رشاشي على يده وثوبه فيصلي فيه. قيل هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال لا، ولكن أراه سيفعل. شو أخذ أبو الظنة الآن؟ أخذ أبو الظنة، يعني هم أقاموا عليه الحجة، أنتوا فاهمين المسألة؟ هنا على الأقل فصل لما قال الشافعي رجل كان مزكيا وجرح رجلا بأنه وجده قائما يبول،
قال أنت الآن ضعفته، لم تقبل روايته. لما؟ قال بال قائما. قال وما في البول قائما؟ يعني لو قال فيه خلاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعائشة قالت ما بال إلا كما تبول النساء، كان له وجه قوي. فقال الرزاز أو الريح يرد الرزاز، وهذا هذا لو كانت ليلة مطيرة، لو كان في ريح حقا، الراجل لو دخل خلف الحائط لا في ريح ولا في شمس ولا في أي، وده ممكن يموت فيها من الاختناق. صحيح. فهو قال له ذلك، قال الريح ترده. قال رأيت الريح ردته، ردت البول عليه وعلى يديه وعلى ثوبه، ثم لم يغسل ولم يرش ولم، قال أراه سيفعل. وده أخذ بالظنة، وده اللي بنقوله للصغار، أنت تجرح بالظنة بالظن، وهذا فعل المعتزلة. المعتزلة يجرحون بالظن، وليس هكذا أهل الإسلام والعدول. فالشافعي أنكر، أنكر ذلك. وقد أخرج البخاري ومسلم عن جماعة جاء فيهم الجرح، لأنه لم يثبت، ولم يأتي الجرح بعد التعديل ومبهما لا يأخذ به، يطرحه. الإمام البخاري يروي عن عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة جاء فيه كلام طويل على فكر الخوارج. لما تتبع البخاري الكلام ووجد أنه لم يثبت روى عنه، لكن مسلم تجنبه، قال لك مدام قد قيل فيه فبيرى رأي الخوارج. لكن لما تتبع الإمام البخاري، ولذلك الأخذ بالظنة ظلم، أخذ الناس واتهام الناس بالظنة ظلم، ظلم في الأعراض. لذلك ما أدري الصغار الذين يقطعون في أعراض الكبار دون روية ودون دلالة واضحة جلية، ماذا سيفعلون عند الله جل وعلا؟ ده ظلم بين، والظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. والمسألة ليست هنا، ده أنت بتسقط عالم بإسقاط شريعة، بتسقط يعني معالم ناس أمم بتسمع له، ناس أمم بتستفتيه. قل يصيب ويخطئ، احنا ندين الله انه يصيب ويخطئ، صح؟ مش العالم هكذا؟ فانت تريد تسقط كل هذا الفضل، كل هذا الخير. رجل له شروحات كبيرة كثيرة، له مثلا فتاوى كثيرة للناس، تريد تسقط كل هذا؟ وهذا كله اعمال رفعة لراية الدين، انت تريد تسقط الراية؟ لما؟ ما الذي دعاك الى ذلك؟ حقا تريد الله؟ سيكشف الله امرك. لذلك لما الله لم يضع لهم القبول؟ ما في ما القبول عند أبي قردان ده الذي عرف، ما وجدت لهم قبولا إلا في جبلات الخرود، لأن الخرود لا يفقهون ما يقال. زمزمة بتتقال وخلاص، خليه يجلس يجيب السوداني ويجلس بس في هذا. لكن ائتني بأهل دين وأهل ديانة يقبلون القطح في الجميع بهذه الطريقة، في أحد يقبلهم في هذا الباب؟ لا، إلا قلة قليلة، والقلة القليلة تهلك معهم. لكن لو خرج العالم الجليل المتقن الراسخ وقال هذا مبتدع وبدعته 1-2-3 والدليل كذا، الجميع لازم يعملوا ايش؟ يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، تعبنا حبيبي، سمعنا وأطعنا، وهو مبتدع ولابد أن نحذر الناس منه وجوبا. فلذلك أخرج الإمام البخاري عن بعض من قيل فيه بالبدعة أو قيل فيه بالجرح، جاء جرح فيه وكان مبهما، والتعديل قد جاء فيه فأسقط الجرح وأخذ بالتعديل. فقد روى أيضا البخاري لإسماعيل بن أبي أويس وتكلموا عنه، وعاصم بن علي وتكلموا عنه، كل هؤلاء تكلموا عنه وأيضا أخذ بروايتهم الإمام البخاري. وسويد بن سعيد أيضا تكلموا عنه، والإمام مسلم روى عنه. ولذلك الإمام الخطيب البغدادي قال ما احتج البخاري ومسلم فيه وأيضا أبو داود معهم من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول أنه لم يثبت هذا الطعن، أو جاء مبهما ولم يفصل، لأنه جاء فيهم التعديل، جاء فيهم التعديل. ده القول الأول، أنه عدم قبول الجرح مبهما ما دام قد أتى التعديل، ما دام قد أتى التعديل، لأن التعديل على الأصل قواه. العلماء يقولون حتى أصوليا هنا
الأصل صار قويا، الأصل صار قويا قواه، فلتنقله لابد من قوة، لابد من قوة رفيعة قوية تنقله من الأصل إلى ما أردت أنت، يعني من أصل العدالة إلى الجرح. والجرح المبهم ضعيف جدا أن ينقل عن الأصل. ظاهر أننا في هذا الدرس بكلم نفسي كلاما طيبا، والمسألة أن صدى الصوت راجع علي أنا، والوجود وجوه سمحة وطيبة وكده وخلاص ومنتهى الأمر. ده السبب الوحيد أن أنا حاسس أن الدرس ليا مش ليكم. السبب الوحيد بتاع الإمام البخاري والمسلم أن هم عدلوا، يعني طرحوا الجرح وعدلوا، لا لا، لو هم أثبتوا الجرح فيه على الضعف، مثلا ضعف خاص، يقولون ضعيف الشاميين، فياخدوا روايته على الحجازي، فهم الانتقاء هنا أنه بيأتي بالحديث الذي جاءت القرائن على أنه ضبط الحديث، هو كمان بيثبت ذلك في كتابه، مش أنا مش بروا عن هذا فقط، لا ده أنا أصلا بأتي بإيش لسبب. أو طبعا أو قالوا صعب يا شيخنا، أنت بتعمل إيه صعب؟ انا بكلم نفسي يا محمد، نفسي برضو، نفسي اتفضل. سياتي بقى، سياتي اللي مالي تعدينا ياتي. ده القول الاول، ان الجرح المبهم لا يقبل اذا كان قد سبقه التعديل. نعم جيم. طيب الجرح المبهم يعني اذا جاء التعديل يطرح، طيب لو جاء الجرح مفسر وجاء التعديل، لو جاء الجرح مفسر احنا بنبين ذلك يؤخذ بالجرح، سنبين ده فيها ثلاث اقوال، المسألة على الأكثر ولا المسألة على الجرح يقدم على أساس الحاضر والمبيح، هذا سيأتي، هذا سيأتي يأتي التفصيل. أما القول الثاني قبول الجرح من غير أي سبب، إذا الجارح إذا كان الجارح عالما بذلك. والله الذي لا، الله يرضى عنك أحمد أستاذ أحمد حسن، والله الذي لا يعرف أهل الفضل فضلهم لا ليس من أهل الفضل وهو على هلك، رضي الله عنكم جميعا. قال الإمام السيوطي هذا اختيار القاضي أبي بكر البقلاني ونقل عنه الجمهور، واختاره الغزالي والرازي والخطيب وصححه أبو الفضل العراقي والبلقيني، هؤلاء من فحول أيضا المحدثين المتأخرين. قال والبلقيني أنهم قالوا أنه يقبل الجرح وإن لم يكن مفسرا بشرط، وش هو الشرط؟ أن يكون الجارح عالما بأسباب الجرح، يعني متقن عالم بأسباب الجرح، اللي هم يقولون احتمالية الرجل يكون جرحه بما ليس بجارح، هو يرى أنه جارح، هذا جرح عنده وليس بجارح عند غيره، لكنهم يقولون إذا كان عالما بالجرح، عالما بأسباب الجرح متقنا لها، يبقى كلامه يؤخذ بدون تفسير، لأنه متقن، لأن الرجل دين، لأنه لما تكلم في الناس تكلم ديانة مش تشهيا. شوف الفارق، طبعا الفارق بين زماننا وزمان، هذا يتكلم ديانة، حفظكم ربي، حفظكم ربي، هذا يتكلم ديانة لا يتكلم تشهيا، وهو عالم بأسباب الجرح، فمش ممكن سيخالف. انتوا فهمتم؟ اضرب مثل، ما في شيء كان كما يقول لك هذا الحديث في علة وسيبك ويمشي، ما أظهر لك العلة، البخاري فعل ذلك مع مسلم حتى قبل وقال له ما علته، فهو يقول لك يجرحه، يقول لك هذا ضعيف ويمشي. لما يقدح هذا زيادة علم، لكن نحن نقول إذا كان عالما بأسباب الجرح وهو لم يتكلم في الرجال تشهيا، يبقى لو جرح، دي وجهة نظر من قال أنا أقبله، من جرح يقولون يقبل جرح، لأنه عالم بأسباب الجرح. الحاجة اللي احنا أصلا خايفين منها الاحتمالية صددناها بإيش؟ بأنه عالم بأسباب الجرح، كان يقول هذا احترقت كتبه فإيش؟ فضعف، كابن لهيعة مثلا ما قالوا عنه ذلك، ابن لهيعة أصلا ضعيف، لكن هو التفسير هو يفسر، أنت فاهم؟ أو يقول لك لما استلم القضاء أهمل الحفظ فضعف كشريك القاضي، فهو عنده أسباب الجرح، فإذا كان عالما هو بيقول إذا كان عالما بأسباب الجرح لم يأتي فيه تعديل وجاء الجرح نأخذ بالجرح. فالجارح لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون عالما بأسباب الجرح فهذا لا يكلف أن يفسر ما أجمل أو ما أجمل من الجرح في شخص من الأشخاص، وحكمه مثل العدل الذي لا يستفسر عما به صار عنده المزكى عدلا، لأننا متى استفسرنا الجارح
لغيره فإنما يجب علينا بسوء الظن والاتهام بالجهل بما يصير به المجروح مجروحا. أما إذا كان الجارح عاميا وجب لا محالة استفساره. يعني إيه؟ يعني من عامة العلماء ليس من المتخصصين، لا نقول له قف تعالى لما جرحته لما ضعفته، لكن واحد متخصص وهذا هو هذا بابه الذي يعيش له، نقول له لا نسأل. هذا قول، أنا لا أقول بهذا القول، أنا أقول بالقول الأول، أنا أقول لابد ما دام قد أتى التعديل لن أقبل الجرح إلا إيش؟ إلا مفسر. ولأن التعديل يقوي الأصل، ولأن حمل العلم تعديل في ذاته، يحمل هذا العلم كل خلف عدوله. نعم. وتمام من ذلك أن الجرح إذا كان من عالم لا يحتاج إلى استفسار، ومن هذا من هذا الباب أقوال الجرح في الكتب الحديثية اكتفت بالإجمال، وده قاله ابن الصلاح، قال ابن الصلاح وقال يعني أشكل به وأجاب عنه يعني. العلماء يقولون بأن الجرح الذي يأتي في الراوي إذا أتى مبهما فإنه يحرك في القلب شيئا. بس انتهي ونتكلم. فنقول التفصيل في المسألة. القول الثاني أنا أقول به، والذي أراه راجحا هو القول الأول، وأن الجرح لابد أن يكون مفصلا. إذا كان من جرح، يعني كان جاء، إذا كان من جرح جرحا مجملا قد وثقه أحد الأئمة، أئمة الشأن يعني في التعديل، لم يقبل الجرح إلا مفصلا. يبقى إذا جاء الجرح من عالم لكن جاء مبهما وقد سبقه التعديل من العلماء الثقات لا يمكن يقبل، لا نقدمه على العلماء الثقات. لما؟ لأنه المجمل محتمل والتعديل عندي محكم، والمحكم يقدم على المحتمل، لا سيما وأن المحكم هنا يوافق الأصل اللي هو التعديل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم. وإن خلى عن تعديل، يعني لم يأتي فيه تعديل، قبل الجرح فيه غير مفسر، بشرط أيضا، يعني لو جاء الجرح فيه غير مفسر وهو ما فيه تعديل فيه لأقبله، لأن ده هينفعنا فين في التطبيق العملي كما قلنا في الرواة، لأقبله بشرط أن يكون الجرح جاء من عالم في الباب. لو جاء من عوام العلماء لا يقبل. يعني ما يجيليش واحد يقول لي أنا تخرجت من أصول الدين وأنا أهتم جدا بالفلسفة، فاهم، وخليك أنت في الفلسفة والمنطق، فيقول فلان ضعيف، فنقول لا أقبل منك، أنت لست متخصصا، أنت فاهم، من عوام العلماء لا يقبل منهم. خلاص، فلا يقبل منهم، مفهوم الكلام؟ نعم. فلا يقبل منه في هذا الباب. أما إذا كان متخصصا وكان عالما نحريرا، الرجال هو بابه، علم الرجال هو بابه، وجرح يعني راويا ولم يأتي فيه تعديل، لابد يقبل منه. ليه يقبل منه بقى الآن؟ المتخصص هو لا يقول ذلك تشهيا، هو أصلا عالم بأسباب الجرح، يبقى قوله عدل لابد يقبل، جاء القول من عدل، مش قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذا عد، يبقى لا تبين. لما؟ لأنه عالم متخصص، أما العوام لا، الاحتمال فيها واردة. المسألة ليس له معارض فقط، ما هو عوام العلماء ليس له معارض، فاهم؟ المهم أنه يكون متخصصا حتى نقبل كلامه. وأقول زيادة على ذلك، لابد أن نرى الذي جاء عنه الجرح والتعديل في أي صنف هو من أصناف العلماء. قد يكون متشددا كابن حبان، يسقط بالغلطة والغلطتين، وإحنا أصلا
جاءنا تعديل وهو يجرح بالغلطة الغلطتين لا يأخذ بقول ده إذا كان مفهما طبعا مفهوم. أما إذا جاء مفصلا وما في تعديل يقبل قوله. طب تعالى بقى نطبق عمليا هنا، بس ما فيش تطبيق عمليا هنا، ما فيش، لأنه الذي يجرح ليس أهلا إلى أن يجرح. يعني المسألة سقطة من أولها. مسألة دي أضرب مثل، يعني تأتينا بشيخ معين من المشايخ الأفاضل تكلم بمسألة، كان المفروض أشرح هذه المسألة فما أدري نخليها ولا نشرحها. يأتون على رجل من العلماء مثلا الذي تصدى للناس علما فتكلم في مسألة خالف فيها شيخا أو خالف فيها عالما. طيب، وهذه المسألة لو نظرت إليها مسألة تطبيقية، أنا قلت لك بتتساءب كثيرا مش قليلا، كثيرا مش قليلا. فالمشكلة أن أنت بعيوني هتأثر علي أنا، يعني هتبوظ الدنيا على الناس كلها. هجلس بقى كل شوية أموت وأموت وبتاع، فاهم؟ وهم يموتون. فبالله لازم تعمل أي شيء، تدخل تشرب ماء، تعمل أي شيء. ها ده لابد، لأن أنت متكرر المسألة. فيقولون قال كذا وينكر عليه، وفي حقيقة الأمر لما يجي ينكر عليه وتنظر في المسألة تلاقي المسألة أصلا مسألة تطبيق مش تأصيل. ثم بعد ذلك أيضا ترى أن حقيقة الأمر المسألة خلافية. أنت داخل تبدع من؟ مسألة خلافية، كيف تبدع من؟ يتكلم في مسألة خلافية. طبعا خلافية أقصد بذلك في التطبيق يكون فرعي ما يكونش أصلي. يعني الاعتقاد أنا ما لا أرى في مسألة الاعتقاد فيها خلاف قط أبدا، ما عندي هذا الباب. الأصل أن الخلاف يأتي في التطبيق مش في التأصيل. فلما يأتي يبدع نقول له أنت بتبدع، الرجل عدل وعلمه دل على عدالته ونشر العلم أثبت ذلك. أنت أصلا جالس عمال تشوي دورة، وبعدين في بوق على راسك بيكلمك خدت كلمتين حفظتهم وطلعت اسمعوا وعوا فلان مبتدع. يا عم طب أنت عارف حاجة في العلم؟ لا ما عارفش حاجة في العلم. طب يا عم وريني ثمرتك، ما الذي شرحته؟ ما الذي قدمته للأمة؟ ما الذي نصرت به السنة؟ إني لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم. هذا لا. هذا رده، فاهم؟ ما عندوش لا يسعنه. فأنت إذن أين أنت منه؟ إذن أنت أين منه؟ وبعدين لما يأتي كلامك أنت غير معتبر طبعا، لكن خلناك يعتبر كلامه. فكلامك هنا جاء على معدل طيب، وأبهمت في مسألة ما يصح فيها الجرح، فلابد يرد جرح. بالضبط كده قالوا فلان يقول بأن آكل الربا كافر فهو يكفر بالكبير، ألزموه وأخذوه باللازم. فطلع الراجل قال يا جماعة هذا لازم لا يلزمني وأنا لست ممن يكفر بالكبير. برأت الساحة ولا ما برأتش؟ لا مش هتبرأ، وانت نايم بتحلم بكده فهناخدك بالحلم اللي انت حلمت فيه، وانت نايم رأيت رؤية بهذا فسنأخذك بهذه الرؤية. لا، وانت جالس في المجالس الخاصة بتتكلم بكده. واحنا قلنا بقى الذي يقول بانه وانت جالس في المجالس الخاصة بتتكلم بكده يبقى ايش؟ يبقى في هذا الباب. ها طبعا ليه ثلاث احوال. لا ليه ثلاث احوال. اول حال ها، طب تعالى 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 قولها له، تعالى قولها له، تعالى قولها له يا مجنون، تعالى قولها له. الراجل بيقول لك الراجل حلف 100 يمين انا لا اعتقد هذا ابدا ابدا. فهو بيقول لك المجاز الخاص يبقى لك ثلاث اشياء. الاولى انك ايش؟ بعثت الي الجني الخاص بتاعك، فانت رجل بتستخدم جن او انت على طريق الشركه وماشي. ما هو شاف يطلع غير كده. فنقول له من وين اتيت بهذا؟ هات الدليل. ما فيش. او انك ايه؟ كذاب افك اثيم، كذبت على الرجل. او المساله الثالثه وهي استخدام غير الجن في عصافير تاتيك تقول لك، فانت في الحالات ايش؟ ساقط العداله بما فعلت. الرجل قال تصريحا يا جماعه انا لا اعتقد هذا المعتقد. لا لا انت ما تعرفش، ما تعرفش، انت ما تعرفش، فاهم حضرتك؟ بص بقى، انت مجروح واللي جنبك مجروح واللي مشي وراء خيالك وما اشار اليك بالبدع مجروح، واللي فوق السطح اللي شافك واقف وشاف واحد واقف جنبك
وما قالش دول مبتدعة، لا مبتدع مبتدع ومجروح. وأمك الداخلة في البيت لما علمت أنك رأيته من السطح فلم تتكلم، فلم تتكلم فهي مبتدعة، فاهم حضرتك؟ واللي شافك في المنام مبتدع، واللي سلم عليك مبتدع، واللي قال اللهم ارحمه مبتدع، واللي قال اللهم اشفيه مبتدع، فاهم حضرتك؟ وهلم جرة من مستشفى المجانين اللي احنا فيه. بقول له يا خلاص ما هي بازي مش ممكن، هم ماشوا في ذلك، والله ماشوا في ذلك، قالوا واللي بدعك مبتدع، لانه ما استاذناش في ان هو يبدعك. عايشين في مستشفى عنبر كامل في هذا الباب. لكن انا اقول لهم التزموا العلم وبخطوات العلم يعني تتوفر فيكم سمعنا وطعنا. الله يهدينا ويهدي الناس. فان كانت جماعه بهذه الطريقه نقول تعلموا او اظهروا لنا علما، قيدوه واتوا به مشروحا وثبتوه وقولوا نحن اهله سنقول لكم سمعنا وطعنا. لكن مش عارفين الفتحه وتتكلمون، لا ما ينفعش ومش هنقبل في هذا الباب. لذلك نقول بان هذا العلم اصول انطبقت عليكم فانتم اهلا لا انتم اهل لها ونحن تبع لكم. ان لم تنطبق فنصيحاتنا تعلموا ونحن نتعلم ونتعاون على البر والتقوى في هذا العلم. كويس، انت اللي ذكرت الاسم، انا ما ذكرتش اول شيء، نتعرف اقول الحمد لله بنتكلم فيه في هذا الباب. فنسال الله جل وعلا ان يهدينا ويهدي الجميع، نسال الله ان يهدينا ويهدي الجميع. لكن كما قلت هذه المساله مساله لها اصول علميه، فاذا جاء الجرح مبهما وهناك تعديل لا نقبل الجرح. يعني انت ما تاتيني طب الشيخ الالباني زكى الرجل، الله، الشيخ الحرم مفتي الجمهوريه ولا اسمه مفتي المملكه حافظه الله جل في علاه استضاف الرجل عنده لما في العمره، رجع في الاستضافه بعت له بريد قال له قلبي غلق منك والعصفوره قالت لي ان انت منهم. بيقول له رجع في الدور، كل ما يقول مثلا طب الشيخ الالباني سكت فلان يقول لك لا الشيخ الالباني رجع. طب فين بقى رجع؟ ائتونا بالرجوع، فين؟ ده عم بيذكر الرجل الى ان مات بيذكر، وطب تلامذته موجوده اهو الان وكلهم يذكرون الرجل، شيخ مشهور شيخ علي، كل هؤلاء بأذني أصلا في هذا الباب، مشايخ الذين عاصروه قالوا بنفس التزكية. طب الرجل جاء فيه التعديل، أنتم أتيتم بإيش؟ بجرح. طب فسروه الرجل قال لا أنا ما أعتقدش هذا الاعتقاد. لا هتعتقده بقى ومش ممكن ترجع كلامنا، أنا بقول لك أهو أنت لازم تعتقده عشان كلامنا يمشي فيه في الساحة. هذا هو دي ديانة، هذا دين؟ لا ليس بدين. فإن كنتم أهل يعني لكم الأهلية في ذلك نحن معكم وتبع لكم ونحن نرفع رايتكم ونأخذ بها بهكذا. لكن كنتم على خواء وما عندكم إتقان في العلم فلا نقبل لكم شيئا. حقا عنزة ولو طارت، يا عم فوق الشجر عنزة، يا رجل الجناح موجود ركبوا لها جناح وهي عنزة. نعم من باب عنزة ولو طارت انتهى. طالما نجاتها ولم يسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليابس، لن تفوز بتزكية، والله سيجعل مادحك ذما لك. وكما قلت اجعل المحرك الرئيس هو الله، اجعل المحرك الرئيس هو الله، وأنك تجرح وتعدل لتنصر دين الله. إياك أن تفعل ذلك لشخص أو لرجل استفزك أو يعني لأمر يعني تراه نافعا لك دنيويا، لا إياك فأنت تتعامل مع الله، والله يعلم ما في النوايا، يعلم ما في القلوب. فإياك فإنه سيحاسبك على ذلك ويجعل الناس تجاهك على ما أضمرت في قلبك. إذا خلصت المسألة، إذا جاء التعديل فلا نقبل الجرح إلا مفسرا مبينا، وإذا لم يأتي التعديل أيضا لا نقبل الجرح مبهما إلا من عالم متخصص في الباب. عوام العلماء لا نأخذ بقولهم أيضا، لأن الأصل العدالة أيضا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم. الله الله، كلمة من أعظم ما تكون عن الشفع، من سمى نفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمته.
نعوذ بالله من التزييف، ونعوذ بالله من التطلع، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.